النجاة وآية الجبار أحفاد طه المصطفى المختار. الله ميزهم وأعلى شانهم فتخلدوا في الأرض كالأقمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، نرحب بكم بأجمل ترحيب في هذا المساء الجميل، ونتمنى لكم أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأحلاها في برنامجكم برنامج سفن النجاة. مثل ما تعرفون أحبتنا مشاهدينا الكرام، برنامج سفن النجاة هو برنامج المسابقات القرآنية. يعني عندنا بالبداية اثنين من المتسابقين اللي راح يكونون ويانا. نعم، المتسابقين راح يكون اثنين ويانا في البداية، من اللي نقط الآية أسرع راح يفوز ويانا. أما بالنسبة لأسئلة المجموعات راح تكون ثلاث أسئلة، إذا جاوب عليها المتسابق بأجمعها راح يفوز ويانا مباشرة، أما إذا جاوب على اثنين من هذه الأسئلة فراح يدخل القرعة، وإذا جاوب على سؤال واحد أكيد شنو راح يكون؟ راح يكون نقول له حظ أوفر في حلقات قادمة. وإحنا نتمنى طبعا في برنامجنا أن الكل يفوز، نتمنى في برنامجنا برنامج سفن النجاة أن الكل يفوز. ومثل ما تعرفون أنه بالحلقات السابقة كثير من الأخوة والأخوات ممكن ساعدناهم ببعض الأسئلة، وأكيد في هذه الحلقة ممكن يكون هناك للمساعدة في هذا البرنامج. بداية المشاهدين الكرام، خلونا بهذه الحلقة أتحدث عن موضوع مهم جدا، وخلينا شوية أخذ من وقت الحلقة فيعني تحملونا. ينقل لي أحد الأصدقاء واحد من أصدقائي، نقل لي هذا وحاب أنقله لحضراتكم. يقول كان إلي زميل عمل وياي كل شيء يؤذيني بكل شيء، يعني أي شيء يحس بأذيتي يؤذيني به، وكون هذا الشخص هو ابن مسؤول العمل لذلك عنده متسع كبير على أذيتي. لكن أنا ما كنت أرد أبدا، والأذية مالته ما كانت مباشرة إلي، وإنما كانت أذيته عن طريق مرة مثل يشيل برنامج من الإذاعة، عن طريق أنه برنامج يلغي من البث الإذاعي، هو كان يشتغل في أحد الإذاعات. يقول أنا أبدا ما أرد عليه، ومن أشوفه أسلم عليه طبيعي، ولا كأن شيء صاير وياي، لكن هو بدافع ممكن الغيرة، بدافع الحسد كان يستخدم هذا الأسلوب وياي. يقول يوم من الأيام جينا قعدنا على الغداء، ريد نتغدى سوا، كل الأصدقاء موجودين. يقول إجا هو قاعد قبالي، يقول قال لي أنا كلش أحبك وأحترمك. يقول أنا قلت له رحم الله والديك. قال لي سبب ما سألتني ليش؟ يقول ضلي ساكت. قال السبب اللي حبيتك من أجله هو إنه أنت أبد ما حاتش علي وراي، أبد ما يوم من الأيام ماخذ غيبتي أو حاتش علي وراي، رغم كل اللي سويته بيك أنا، لكن أنت أبد ما حشيت علي. يقول أنا ابتسمت ورديت عليه، قلت له تعتقد أنه أنا ما حشيت عليك وراك سواد عيونك؟ لا أبدا، أنا ما حشيت عليك وراك، أنا بالدنيا قوة متحملك، تريد منه هناك بالآخرة نتلاقى وتاخذ من عندي. فهذا السبب الرئيسي اللي كان يقول من عدها للآن كان من يعني أكثر الأصدقاء وأعز الأصدقاء، وللآن مستمرين بصداقتنا. وبداية تحدثت هذه القصة، وهي قصة حقيقية طبعا، عن الغيبة ودور الغيبة. لذلك خلنا نستذكر بعض الأحاديث عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عن الغيبة. بس بداية هي شنو الغيبة؟ خلنا نشوف شنو كتبوا على الغيبة وشنو هي الغيبة أصلا. الغيبة وهو أن يذكر الإنسان غيره بما يكرهه، يذكر غيره بما يكرهه وهو غائب أخلاقه، بدينه، بأقواله، بأفعاله، بدنيا كلها هاي، أو حتى يقول ثوبة مثلا بمشكلة، وسيلة النقل، السيارة، غيرها. يقول الله سبحانه وتعالى مشاهدينا الكرام: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يأكل لحم أخوه ميت فكرهتموه، طبعا يكره الإنسان هذا الفعل. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: من اغتاب مسلما أو مسلمة
لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. لازم اللي اغتابه لازم يغفر له. هسا خليني بالبداية أشير النقطة مهمة، شلون أنت ممكن توخر هذا الذنب، ذنب الغيبة، أن تستغفر للشخص. مرات ما تقدر تتواجه المقابل، أو المقابل توفاه، مات المقابل، أو ما تقدر، إذا تقول له تصير مشكلة، ربما لما تقول له أنا قلت عليك كذا وكذا يخلق لك مشكلة وعداوة تكون بينك وبينه، ما تقدر تقول له، وهو شخص متوفي هم ما تقدر شلون توصل له. النتيجة اللي يقولها الرسول صلى الله عليه وآله هو أنه كل ما تذكره تستغفر له، كل ما تذكر هذا الشخص تستغفر له. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله، يجي يوقف بين يدي الله، يدفع إليه كتابه، ينطونه كتابه، فلا يرى حسناته، حسناته ما يشوفهن، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، هذا مو كتابي، فإني لا أرى فيها طاعتي، هذا مو كتابي، ما شفت به طاعات مالتي، طاعات مالتي وين هين؟ فقال له الله سبحانه وتعالى: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتيابك الناس، أنت اغتابيت الناس وراحت أعمالك. ثم يؤتى بآخر، يجي آخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيها طاعات كثيرة، فيقول: إلهي ما هذا كتابي؟ أنا ما عندي هالطاعات، ما مسوي هالطاعات، ما شايف أن الطاعات ولا متقدم لهن. فيقال له: لأن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك، الحسنات اللي عنده اندفعا إليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى مشاهدينا الكرام أن يبعدنا ويبعدكم عن الغيبة. والأحاديث حقيقة كثيرة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما أسباب الغيبة ممكن تكون الغضب، ممكن تكون الحقد، السخرية، الاستهزاء. البلاي باك أستاذ محمد لو سمحت، إذا ممكن عاشت إيدك، يعني اللي الأشياء اللي تحاول تبتعد عنها على مود ما تأخذ غيبة الناس، هي الغضب، الحقد، الحسد، أعوذ بالله، السخرية، الاستهزاء، مرات اللعب والهزل، أكو يغتاب واحد بحجة، أو مرات واحد يريد يتفاخر أمام الآخرين يأخذ غيبة فلان ويبين على أنه أحسن منه، أو حتى مرات يقول لك القعدة تصير حلوة، القعدة ذا ما بيها. بالمناسبة قرأت لأحد الكتاب الأجانب يقول الغيبة أفضل من الصمت، يعني عندهم أنه أخذ غيبة ولا تسكت، إيش هذا المفهوم خاطئ، على أساس الغيبة أفضل من الصمت؟ إذن مشاهدينا أختتم بحديث لأمير المؤمنين عليه السلام بالنهي عن الغيبة. شوف أمير المؤمنين عليه السلام شو يقول حتى عن أهل الذنوب والمعاصي. يقول أمير المؤمنين عليه السلام مشاهدينا الكرام: فإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم بالسلامة في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعاصي. يرحمون من؟ يرحمون أهل الذنوب والمعاصي، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم. فكيف بالعائب إذا عاب أخاه؟ كيف بالعائب إذا عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه، أو ستر الله عليه من ذنوبه؟ ما شاف الله سبحانه وتعالى شلون يستر عليه ذنوبه؟ ما هو أعظم من الذنب الذي عاب به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. يعني ممكن يكون عصى الله سبحانه وتعالى بذنب أعظم من الذنب اللي يرتكبه اللي يعيب عليه. أو وأيم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجرأته على عيب الناس أكبر. إذا ما عصى الله بالكبيرة وما عصى الله بالصغيرة، فهي جرأته على الله باغتيابه للآخرين هي أكبر. يا عبد الله لا تعجل في عيب أحد بذنبه، هذا كلام أمير المؤمنين، يا عبد الله لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ربما الله يغفر له. ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. أبعدنا الله وإياكم عن الغيبة مشاهدينا الكرام. طبعا اللي تحل غيبته هو الحاكم الظالم، الفاسق، المعلن الفسق، وثلاثة هم يوصفهم: من جهر بفسقه، ومن جهر في حكمه،
ومن خالف قوله فعله. مشاهدينا الكرام، آسف للإطالة، لكن هذا الموضوع مهم جدا صراحة، ومثل ما تعرفون أكو يسميها الغيبة، الغيبة يسميها فاكهة المجالس. مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يعيدنا ويبعدكم عنها. الآن مشاهدينا الكرام، مثل ما عودناكم في بداية كل حلقة أن يكون ويانا أحد القراء، والقارئ اليوم راح يكون علي الكعبي. إذن سنشاهد ونستمع وإياكم. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه أو القرآن الكريم يعني يشير إلى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم. سفن النجاة، سفن النجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سورة الفرقان آية 28 إلى آية 37، فلنستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. سفن النجاة سفن النجاة. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم مسابقات سفن النجاة. كل أهلا بيكم أحبتنا. والآن خلينا نبلش، وطبعا الرقم راح يظهر أسفل الشاشة، الرقم إن شاء الله راح يظهر أسفل الشاشة. أما بالنسبة لمسابقة أسئلة السرعة فإن شاء الله الأسبوع القادم راح نعلن عن الفائز اللي راح يكون يفوز ويانا من بعد ما يتم يعني تصفية كل الأسماء ونجري القرعة إن شاء الله. الأسبوع القادم راح يشوفون على قناتنا إن شاء الله، وفي برنامج سفن النجاة راح نعرض لكم اسم الفائز ويانا في مسابقة أسئلة السرعة. أما الأرقام الآن ظهرت أسفل الشاشة أحبتنا مشاهدينا الكرام، وخلينا نستقبل أول اتصالين. أول اتصالين نستقبل من الأسئلة اللي تكون آيات ونقطها. الاتصال الأول من وين؟ السلام عليكم.
أخ عباس من واسطة، شلونك يا عباس؟ أهلا وسهلا عيوني، الله يسلمك. حياك الله وكل أهلا بيك، نورتنا وشرفتنا. الله يسلمك، رحمة على والديك. فديوم سمعت بيت شعر هيجي يختص باسمك، يعني هو لي أبو الفضل العباس عليه السلام. عليه السلام. يعني أنا حفظت من عنده بس المقطع الأول صراحة، يعني لاقاني أنه أما قرأته أما استمعت لي بإذاعة، فرح أعرضه عليك وتنطيني ممكن إذا عرفت معناه، شنو رأيك؟ مو مشكلة إن شاء الله. لأبو فاضل سلام الله عليه يقول: عباس يبكي على العباسي منتحبا، ليش؟ شلون أستاذ ما سمعته؟ يقول: عباس يبكي على العباسي منتحبا، ليش؟ يعني كأنما يقول العباس ده يبكي على العباس. سلام الله على أبو فاضل. هو أبو فاضل بعد أكيد يقدم حياته كلها للإمام الحسين عليه السلام. أحسنت، يعني وصلت تقريبا الإجابة. ده يقول العباس، عباس يبكي على العباسي منتحبا لأن جفوفه راحت وما قدر يستمر بنصرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحسنت، تحياتي لك، وإن شاء الله إحنا عندنا السؤال اللي راح يكون آية ما منقطة وحضرتك تنقطها. خلينا ننتقل لاتصال آخر. جاسم من بابل، السلام عليكم جاسم. نعم أستاذ. شلونك يا حبيبي؟ شلون صحتك؟ شو أخبارك؟ حوضك الله حوض. شكرا جزيلا. الله يخليك. بما أنه إحنا سألنا سؤال لعباس، راح أسألك سؤال مقارب يعني هم على اسمك إن شاء الله. أكو قصيدة اشتهرت جدا للمرحوم جاسم النواني بيها شيء من اسمك، شو يقول بيها؟ مع قارية الحقيقة، مع عريب علي. جسام يا ظنوتي رايح رايح من عيوني. حسنت، موافق إن شاء الله، حياك الله وكل الهلا بيك يا حبيبي. خليك ويانا وخلي نشوف الأخ عباس الاتصال الأول. عباس يلا مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله. أخ عباس راح تظهر الآية القرآنية الآن على الشاشة وحضرتك تنقط لنا هذه الآية ونتمنى لك الفوز ويانا إن شاء الله. التوفيق للجميع يا حبيبي، كل الهلا بيك. نعم، ظهرت عندك لو بعد استوها ظهرت. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن نعم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا إلا اصطفى مما يخلق ما يشاء، لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله، وما يقولون عنده ولد وعنده عنده بنات عنده ولد، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. إجابتك موفقة وصحيحة يا حبيبي، ولكن الوقت كان 24 ثانية. خلينا نشوف الأخ جاسم من بابل، يلا يا جاسم. نعم استاذ. نعم نعم جاسم، مستعد إن شاء الله؟ يا الله ان شاء الله. يلا خلينا نشوف الآية يا جاسم. الوقت بدأ يمر يمي ولكن ما أعرف يمك، يعني هي من سورة الزمر الآية 75. ونرى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون لحمد ربهم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. إجابة موافقة صحيحة ب 19 ثانية، مبارك لك الفوز ويانا يا حبيبي، وحظ أوفر للأخ عباس في حلقات أخرى إن شاء الله. جاسم فزت ويانا. جاسم راح. جاسم إذن جاسم فقدنا الاتصال ويا جاسم، ومستمرين وياكم أحبتنا بمسابقتنا سفن النجاة. وخلنا أخذ اتصال أحمد محمد من بغداد. السلام عليكم محمد. السلام عليكم أبو زهرة، شلونك يا حبيبي؟ شو أخبارك؟ الجمعة مبارك علينا وعليكم. الله يوفقك ويبارك بيك إن شاء الله. كم مرة ذكرت محمد في القرآن الكريم؟ والله أعتقد مرة واحدة سورة محمد. أحمد انذكرت مرة واحدة مو؟ لو محمد. محمد سورة محمد. انذكرت مرة واحدة محمد مو أحمد. أعتقد أحمد انذكرت مرة واحدة. لا هي واحدة مرة واحدة أربعة. العد محمد أربعة وأحمد مرة. طيني واحدة من عدهن. بسم الله الرحمن الرحيم، ويأتي بما معنى يعني ما أتذكر لك نفس الآية، ويأتي رسول من بعدي اسمه أحمد. هاي أحمد، وطيني واحدة من محمد إذا تقدر. هاي على لسان نبي عيسى. بسم الله محمد
رسول الله والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار شبيهم بيناتهم أشداء رحماء فيما بينهم رحماء وبينهم إن شاء الله تكون الرحمة فيما بيننا بحق محمد وآل محمد. أسئلة المجموعات أستاذ محمد. نعم. ها فاطمة من بغداد. إذا عندنا تبقى ويانا يا أخ محمد ونشوف فاطمة من بغداد. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وكل اللي بيك. شلونك يا فاطمة؟ الله يحييك أخوي. الله يبارك بيك. يعني اسم فاطمة وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لأنها تفطم شيعتها منين؟ من النار هكذا؟ إياكم وإياكم. أي تلتقط هذا كما تلتقط الحمامة القمح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شفيعتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فاطمة من بغداد صح؟ صح. التلفزيون موجود قبالك حاليا؟ أيوة يمني. فكرة البرنامج تعرفيها؟ أعرفها. إيه خلي شويانا يا فاطمة خلي نشوف المتسابق الأول محمد. يلا يا محمد. نعم أخ محمد تسمعني؟ أسمعك أستاذ. يلا يا أستاذ محمد حبيبي راح تظهر الآية القرآنية على الشاشة وننتظر من حضرتك تنقض هذه الآية. تفضل يا حبيبي. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من سورة الطور الآية 15. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ صدق الله العلي. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إجابة موافقة وصحيحة. أستاذ محمد هذا أم ماذا يسمى هذا المد؟ أي ماكو مشكلة. هذا أم يعني بين كلمتين شي صحولة؟ يعني هو أكو أكثر مد ممكن تعطيني خيارات حتى أقدر أوصل يعني المد متصل أم منفصل؟ لا هذا متصل. أفسحر هذا أم منفصل. منفصل منفصل أحسن أحسنت حياك الله. إذن بين كلمتين هو منفصل مو مثل مثلا السماء كلمة واحدة متصل. حياك الله شكرا جزيلا لك. شقد كان وقتك؟ 15. يلا خلينا نشوف الأخت فاطمة. حياك الله فاطمة. يا فاطمة أخت فاطمة يا فاطمة ربما فقدنا الاتصال قطع الاتصال فاطمة نعتذر منها ونشوف نشوف متصل. إذا نشوف متصل آخر عندنا الأخ محمد من بغداد كان عنده جاوب مشاهدينا الكرام ب 15 ثانية. فاطمة السلام عليكم. فاطمة رجعت فاطمة ما هي مرة ثانية. إذا المد في هذه الآية هو المد المنفصل مشاهدينا الكرام وكل مد المتصل مثل ما ذكرت لكم اللي هو يكون بكلمة واحدة مثل الملائكة هكذا. نعم منو؟ عباس من صلاح الدين. حياك الله عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا عزيزي؟ زينة. أستاذ شلونك؟ أنا بخير الحمد لله. أنت شلونك؟ زينة إن شاء الله. صلاح الدين شلونها؟ زينة كلها زينة والله. شو وقت أخير مرة جيت الكربلة يا عباس؟ قبل شهر. قبل شهر. حلو. سابقا فايز ويانا مو؟ قبل 6 ايام هم رحنا لاولاد الامام رضى عليه السلام يوم جامعة وين؟ العظم. وين 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 مرقدهم؟ ها الامام الرضا. جامعة رسول العظم. جامعة حسينية رسول العظم. ها اولاد الامام رضى عليه السلام. ها ولادة الامام رضا هم بكربلاء؟ لا توس خرماتهم. طوس خرماته. الله يوفقكم إن شاء الله. والله ناس طيبين والله يوفقكم ويزيد خيركم إن شاء الله. كيف كانت الأجواء بمناسبة ولادة الإمام الرضا في طوس خرماته؟ نعم أجواء روحانية. نعم أرد أسألك سؤال بما أنه أنا أحب المجال يعني العمل مع الأطفال وهيك شيء. الأطفال كيف يكون حضورهم؟ كيف يكون التعامل وياهم مجالسكم؟ هسه يروحون للدورة الصيفية أساس. نعم. لا بالاحتفال بهذا الاحتفال كان لهم حضور فاعل توزعوا لهم فد اشياء شيء اخذوا ويانا يعني للحسينيه الاحتفاليه. حلو حلو الله يوفقك ان شاء الله. يلا يا عباس عندك ايه قرانيه؟ نعم يشيلون وياهم شمعات ورود للامام. هم ورود ويشيلون ورود الامام الرضا سلام الله عليه ان شاء الله يحفظهم بحق محمد وآل محمد. حياك الله حياك الله يا حبيبي. يلا خلينا نشوف انه باوع للتلفزيون يا اخ عباس على مود نقط الايه القرانيه اللي راح تظهر على الشاشه. تفضل الايه راح تظهر الان.
يا الله. نعم. ما طلع لحد الآن. اي بعد يعني عندك وقت. ما طلع. اي هسه طلع. ومن الليلة فسبحه وادبر وادبر النجوم. وادبار هذا هناك ألف يخلونا صغيرون. وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أحسنت، إجابة موافقة وصحيحة ب 18 ثانية. تحياتنا لك يا أخوي الكريم، شكرا جزيلا لاتصالك. الفائز ويانا كان الأخ محمد ب 15 ثانية وحظ أوفر لك يا عباس. طبعا بما أنه قرأها، وهذا البرنامج تعرفونه هو برنامج صحيح يكون للمسابقات القرآنية والأسئلة القرآنية، لكن على مود تعم الفائدة أكثر مشاهدينا الكرام، خلينا نتحدث أسا مثلا الأخ عباس قراها وأدبر النجوم. أكو إدبار يعني الألف، هو لو موجود قدامه بالقرآن الكريم شا يقرأ، بس أكو خطأ شائع العديد من الناس يقرؤون به، وهو كلمة مئة. كلمة مئة تنكتب بالقرآن، بالقرآن الكريم بالرسم القرآني تنكتب ماء بالألف، يعني ميم ألف والنوب همزة والنوب هاء. فاللي يقروها مثلا مائة ألف يقرأ، ما يقرأها مئة. الصحيح أن تقرأ مئة. ليش كتبوها هيك؟ ليش كتبوها بالألف؟ لأن قبل كان القرآن ما منقط أصلا، القرآن كان أصلا ما منقط لحين ما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإمام علي أمر أبو الأسود الدؤلي وتنقط القرآن، والحادثة معروفة. لمن كان القرآن ما منقط كان يصير الاشتباه بين كلمة مئة إذا مكتوبة على الكرسي يعني بدون ألف مئة، ومنه منه ومئة يشابها بالرسم إذا ما به النقاط، فكانوا مخلين المئة بالألف اللي فوق على مود يكون تمييز فيما بينهن، ومن تنقط القرآن بقت الماء على وضحها والرسم القرآني نفسه اللي موجود حاليا. لذلك من توصلون يعني للبعض أكيد الأكثر إن شاء الله اللي يتابعونا وما يقروها مئة صحيحة، لكن اللي يقرؤوها ماء خلي يقروها دائما، وين ما تجي خلي يقروها مئة مئة هكذا. إذن مشاهدين الكرام متواصلين وياكم، وخلينا ناخذ اتصال آخر من مصطفى. منين مصطفى؟ حبيبي أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله يا حبيبي، شلونك؟ أنا من بغداد أتكلم معاكم. حياك الله وكل الهلا بيك، كل أهلنا من بغداد، الله يوفقك. حبيبي يا أستاذنا الله يوفقكم. حياك الله أستاذ مصطفى. منين من بغداد؟ من الشكوك. من الشكوك. يعني أنا رايح هواي لبغداد بس وسامع بيها، بس ما أدري مار عليها لو لا، قريب عليها شنو؟ قريبة على بوابة بغداد تروح إلى الكاظمية. يعني يعني أقدر أروح لها من سريع الشعلة مثلا؟ بالضبط بالضبط. ها حلو. وعلى الكاظمية على مال الكاظم؟ هي قريبة يعني، احنا عن المام الكاظم بدي شو أقول لك بالسيارة في 10 دقائق مثلا. حلو، يعني أنت هواي تزور المام الكاظم إن شاء الله. من نساكم أريد من عندك من تروح تدعي لي وتدعي لكل الكادر وكل أخوتنا اللي موجودين هنا. ممنون يا حبيبي، الله يخليك. أخ مصطفى وصلت ويانا وعندك 3 أسئلة، إذا جاوبتهم كلهم تفوز، تجاوب 2 تدخل قرعة، تجاوب 1 نقول لك حظ أوفر. صراحة أنا فزت من حصلتكم. الله يبارك فيك. أتحدث معكم. الله يبارك فيك ويوفقك إن شاء الله، وهذا أكيد مصدر سعادة إنا ويعني حافز للاستمرار بتقديم الأفضل إن شاء الله. الله يحفظكم ووفقين دائما إن شاء الله. الله يبارك بك يا حبيبي. إذن نروح للمجموعة ونشوف السؤال الأول. مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله بسم الله. إن شاء الله. يلا خلينا نشوف السؤال الأول لأخونا. كم عدد آيات سورة الإسراء؟ سورة الإسراء إيش قد عدد آياتها؟ هل هي 120 180 111 111 111 ثبت على الإجابة؟ نعم. يلا خلينا نشوف ايش وقت قرأتها آخر مرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة الجمعة الماضية. ما شاء الله، الله يحفظك ويوفقك. الله يحفظك. اعطينا معلومة ثانية عن سورة الإسراء. يستحب قراءته في ليالي الجمعة، وعسى الله يعني بنيتها يعني الله يرزقنا رؤية إمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى له الفرج. شكرا جزيلا لحضرتك. هي بالجزء 15 بدايتها صح؟ صحيح. أحسنت. يلا نروح للسؤال الثاني.
تفضل. نعم. في أي سورة ذكرت الآية القرآنية المباركة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ هي في سورة الإسراء. عندنا سورة آل عمران الإسراء وسورة قاف. هي في سورة الإسراء. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أظنها. نعم. خلينا نشوف الإجابة. كنترول. والإجابة إجابة صحيحة. إذن الإجابة الثانية صحيحة ما شاء الله. اليوم كان البارحة قارئ سورة الإسراء ويوم من عندها الأسئلة. هذا بتوفيق إن شاء الله. بقي لديك السؤال الأخير يا عزيزي يا مصطفى. تمام؟ يلا نشوف السؤال الأخير. السؤال الأخير للأخ مصطفى هو: أكمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في سعة الأخلاق كنوز ماذا؟ في سعة الأخلاق كنوز شنو؟ كنوز الأرزاق، كنوز الذهب، أم كنوز الآداب؟ في سعة الأخلاق لما الإنسان يكون الأخلاق كنوز الأرزاق، يعني أنا صراحة ما عندي فكرة كاملة. نعم نعم. هو أمير المؤمنين عليه السلام في سعة الأخلاق كنوز ماذا؟ الأرزاق أم الذهب أم الآداب؟ أظن هالأرزاق تتوائم أكثر الأرزاق. مع الأخلاق. هو واضحة هي، يعني إذا نحسبها من حسابنا يا أخ مصطفى اللي تكون أخلاقها طيبة ويا الناس تجي الرزق منا ومنا. أحسنت. وصحيح؟ أحسن أمير المؤمنين. أحسنت. أي أحسنت. إذن في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، هكذا يقول أمير المؤمنين. مبارك لك الفوز ويانا وما شاء الله. أخ مصطفى قبل ما تروح يا حبيبي، إيش قد عمر حضرتك؟ أنا 45. 45 الله يحفظك. هواي باين يعني تقرأ قرآن، قارئ القرآن أو مطلع أو شنو؟ والله إن شاء الله يعني رب العالمين ما يحرمنا من نعمة تلاوة القرآن والتدبر فيه على ما يسمح به الوقت أستاذنا العزيز. نعم الله يوفقك ويحفظك إن شاء الله. الله يحفظك. تحياتنا لك وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. شكرا لك. الله يوفقك. الله يوفقك. شكرا جزيلا للأخ مصطفى، شكرا لكلماتك الجميلة والرائعة. وخلينا شوية أسولف عن موضوع الآية القرآنية اللي تحدثنا بها اللي هي كانت في سورة الإسراء، إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين. أنقل الموضوع بسرعة لأن عندي اتصال. الموضوع أنقله بسرعة. الموضوع إنه هسه لما تقول الواحد مثلا ما هو عكس الجبن، يقول لك الشجاعة. أما الصح فهو عكس الجبن التهور. الشجاعة هي الحالة الوسطية. الجبن يعني الشجاعة إذا قلت صارت جبن، الشجاعة زادت صارت تهور. فالحالة الوسطية هي اللي دائما أفضل واللي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أخذنا موضوع آخر، البخل شنو عكسه؟ راح يقول لك الكرم. هذا المفهوم العام، عكس البخل الكرم. عكس البخل الإسراف. الكرم حالة وسطية، هي الحالة الطبيعية واللي المفروض تكون. الكرم إذا نقص صار بخل، كرم زاد صار إسراف. فدائما حتى بالقرآن الكريم الله يستشهد يقول قال أوسطهم، في الوسطية دائما هي الأجمل والأفضل. خلينا نأخذ اتصال زينب. السلام عليكم زينب. وعليكم السلام. يا هلا بس زينب، شلونش عمو؟ زينب حياك الله. زينب خلينا نتفق وياك اتفاق آني وياك هسه ومنا البعد، ايش قاعد ما تعيشين عمرك طويل ان شاء الله، انا وياك اتفقنا، شنو رايك؟ تمام. ايش قاعد عمرك زينب؟ 9 سنين. ايش قاعد؟ 9 سنين. زينب اريد من عندك انه باي واحد يقول لك شلونك تقولي له زينه، ما تقطعيها زينه، الحمد لله. اوكي يلا خلي اسئله ارجع للبدايه. مستعده؟ ايه يلا كأنه ما استوش خبرتي سلبي علي. أوكي يلا بلش. السلام عليكم ويانا المتصلة زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون زينب؟ زين الحمد لله. عافية. اتفقنا؟ أوكي اتفقنا إن شاء الله. يلا زينب منو راح يساعد زينب؟ ماما. يلا الله يحفظك ويحفظ ماما إن شاء الله. خلينا نشوف السؤال الأول لزنوبة الورداية. والسؤال هو يا زينب: ما هو أكبر عدد ذكر في القرآن الكريم؟ أكبر عدد ذكر بالقرآن الكريم، العدد الأكبر. 3000، 100,000، 10,000. 3000 لو 100,000 لو 10,000.
المخرج يقول 100,000، انت ايش تقولين؟ هذا نوبة 100,000؟ ايه 100,000 اكبر عدد ذكر بالقرآن. إجابة موفقة وصحيحة يا زينب. شكرا. بعد عجل سؤالين زينب. ايه ايه زينب. زين زينب، بما انه ذكرنا احنا 100,000 وذكرنا، نعم ذكرنا 100,000 وذكرنا هذا، ايش قد عندك فلوس؟ ما ادري. اه ضامتهم بالدخال؟ ايش وقت تصير فيهم بالعيد؟ لا. ها؟ أشتري بهم نفسه حريق. آه حلو، يلا الله يزيدهم ويوفقك إن شاء الله. وهذا ولو قريبة علينا شادة زيت ليش منها من قناة كربلاء أحلى مسبح. تحياتي إليك يا زينب يا ورداي. يلا زينب السؤال الثاني، حياك الله. يلا السؤال الثاني، السؤال الثاني، في أي سورة وردت الآية يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما؟ يعني الظالم الله يحاسبه ويعد له عذاب أليم، والإنسان اللي مو ظالم وحباب يا زينب الله يدخله برحمته. سورة قاف لو ياسين لو الإنسان. قاف لو ياسين لو الإنسان. سورة الإنسان. تعتقدين صحيحة الإجابة؟ يلا خلينا نشوف زينب والإجابة صحيحة. زينب بقى عند السؤال واحد اللي راح يربحك. اوكي يا الله. ان شاء الله. يلا السؤال الاخير لزينب، من هم الانبياء الذين ورث بعضهم بعضا في الملك واداره الدوله؟ انبياء ملك يعني صار عندهم الملك البعض باداره الدوله. يوسف بن يعقوب لو سليمان بن داود لو يحيى بن زكريا، منهم من الانبياء اللي ورث بعضهم بعضا في الملك وإدارة الدولة؟ يوسف، سليمان بن داود. سليمان بن داود. إجابة موفقة وصحيحة. زينب، زينب. نعم. إيش وقت تجين تستلمين الهدية؟ وقت ما تحددون. يعني إحنا عندنا استلام الهدية من الجمعة، يعني بس الجمعة عدا الجمعة، من السبت للخميس. من السبت للخميس، يعني تجين مثل بهذا الأسبوع لو بعد تتأخرون يلا تجون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحفظك أم زينب ويوفقك إن شاء الله. الله يوفقكم العمل الخير. الله يبارك بيك. يحفظ لك زينب إن شاء الله، ما شاء الله شطورة وحبابة. الله يخليك. هي بالأول؟ بركة قناتكم، لا نتحف الرابع إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، مو أنا توقعت قلي 6 سنوات. لا لا الله يحفظها ان شاء الله. الله يحفظها، الله يحفظها بحق محمد وآل محمد. حياك الله ام زينب وشكرا جزيلا لحضرتك وتحياتنا لزينب. شكرا شكرا جزيلا لك، حياك الله. والله يبالي زينب من صوتها يبالي 6 سنوات طلع زينب، لا 9 سنوات. تحياتنا لها وربي يحفظها ان شاء الله ويوفقها بحق محمد وآل محمد ويحفظ عائلتها على هذه التربيه الرائعه والسليمه. نروح ناخذ اتصال اخر ونشوف الاتصال من وين. أثير السلام عليكم أبو زهراء. عليكم السلام الحبيب الغالي أستاذ رائد. شخبار أخويا؟ أمورك؟ عاش من شافك، من الله يسلمك الحنين الغالي. الله يبارك بيك يا حبيبي، موفق إن شاء الله. شلونك حبيبي؟ والله مشتاقين لك، كلنا مشتاقين لك، الله شاهد. تحياتنا للدكتورة زهراء. الله يحفظك أستاذ رائد، الله يحفظك. هي تريد دكتورة لو هندسة؟ والله هي صراحة هي تحب الدكتورة بس قالت أفضل الإعلام لأن أنا أحب القناة. حلو، يعني من خلال مشاهدتها القناة كربلة وحبها القناة كربلة تمنت أنه تكون إعلامية. بالخميس تحدي الآن هي بالشام المتوسط تحب القناة كربلة كلش يعني. زين، بما أنه إعلامية. بما أنه تريد تصير إعلامية أنا راح أنطيها نصيحة كلش راح تفيدها. إذا هاي النصيحة التزمت بيها راح تكون إعلامية ما ينخاف عليها بالمستقبل. إن شاء الله. أهم شيء أن تجيد اللغة، لازم تتعلم اللغة، يعني تتعلم اللغة العربية. نعم بقواعدها. نعم. يعني تحاول أنه كلش تنمي نفسها باللغة. إذا صارت قوية باللغة بعد من تريد تتحدث عن أي موضوع راح مباشرة تقدر تجمع الكلمات والصفتين صح وتطلع بنتيجة حلوة. نعم. هاي النقطة. نعم. الأولى. نعم. النقطة الثانية تحفظ القرآن الكريم. نعم. تحاول يعني قراءة أو استماعا أو تحفظه.
نعم. هاي النقطة الثانية هم يفيدها، تتعلم لغة الإنجليزية أيضا. نعم. هذا موضوع مهم بالنسبة لها. أنا أشوف أن ثلاث أشياء إذا يعني يكون لها البايات عالية تصعد. نعم أستاذ رائع. الله يحفظها إن شاء الله. ثلاثة عدة موهبة وحافظة القراءة اللغة الإنجليزية والعربية، لأن ثلاثة أتذكر أنت قلت لها، قلت لها أمشي الخطابة واللغة العربية. أتذكر أنا قلت لها بالخطابة. أنا قايل لها من شان بعمو فرحان يعني. نعم نعم نعم. قلت ما شاء الله الله يحفظك. قلت له ناقي امشي خطابه. والله يا استاذ اثير يعني حقيقه كلش افرح لما مرات صديق مثل عايفه من فتره او شيء ويقول لي قلت لي بفلان حاجه وطبقتها، يعني الحمد لله. نعم نعم هو الفخر ان يكون الاثر الفخر لك. الله يبارك فيك. لا حبيبي الله يوفقك ان شاء الله. هي بطله اكيد. يلا اخويا عندنا مجموعه ان شاء الله ونشوف راح تجاوب على الاسئله ثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله مستعد ان شاء الله. يلا خلي نشوف السؤال الاول. السؤال الاول، كم مره ورد ذكر كتاب معلوم في القران الكريم؟ مره واحده، خمس مرات، سبع مرات. كتاب معلوم، مره، خمسه، سبعه. استاذ مره واحده ان شاء الله. مره واحده متاكد؟ نعم استاذنا العزيز. والله عمي بطل، إجابة صحيحة. الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك. موفق يا حبيبي. الله يحفظك. إذن الإجابة صحيحة يا أثير، هي ذكرت كلمة كتاب معلوم مرة واحدة في القرآن الكريم. خلينا نروح للسؤال آخر، السؤال الثاني. إن شاء الله. وإن شاء الله مستعد لتكون. والسؤال الثاني هو سؤال ثاني. في أي سورة قرآنية وردت الآية القرآنية المباركة أولئك هم الوارثون؟ في سورة الحج أم سورة المؤمنون أم سورة النور؟ أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول بداية الآية لو شو؟ سورة المؤمنون أستاذ إن شاء الله. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إجابة موفقة وصحيحة. الله يحفظك أستاذنا العزيز. الله يبارك فيك. بقي لديك سؤال أخير وهو السؤال الذي سيظهر الآن على الشاشة يا أثير من بغداد. السؤال، نعم أستاذنا العزيز. اذكر لي اثنين من الأنبياء إخوة. إخوة؟ نعم، موسى وعيسى، إسحاق وإسماعيل، إبراهيم ويعقوب. موسى وعيسى، موسى وعيسى. نعم نعم. إسحاق وإسماعيل، إبراهيم ويعقوب. إسحاق وإسماعيل. أها، إسحاق وإسماعيل. إن شاء الله أستاذنا العزيز. متأكد؟ إن شاء الله متأكد 100%. أثير أنت الآن دخلت القرعة وهذا السؤال خلصت يعني خلص الوقت، راح أعطيك شانس أخير. نعم استاذ. على أن تنطيني الإجابة الأخيرة. إبراهيم ويعقوب. نعم نعم، راح أعطيك الشانس الأخير لتنطيني الإجابة على هذا السؤال. يعني تفضل. موسى وعيسى. ما أنا قلت لك خلص الوقت، يعني أنا بعد ما مسموح لي أتحدث ما عدا أخذ منك إجابة. موسى وعيسى. موسى وعيسى. نعم زين. نعم نعم. تعتمد على إجابتك الأولى لو على الثانية؟ والله أستاذ الأولى. الأولى ها إن شاء الله. شوف لازم نثبت على الأولى. إجابة موفقة وصحيحة. طبعا هذا الموضوع أنا أثرته بهذه الطريقة. أثير خلي شوية، خليك شوية وياي ولو. نعم نعم أستاذنا العزيز حياك. هذا الموضوع أثرته طبعا أنه خليتك مثلا الشك بالإجابة، رحت لإجابة ثانية. تمام. نعم نعم. هذا مرات اكو ناس من يشوف شخص مثلا، خاصه الفئه اللي مثلا بدايه الشباب وهذا، ممكن يصدق بكل كلام يسمعه من الاخرين. نعم نعم. بالخصوص اذا كان واجهه مثلا يرتدي رباط وهذا ياخذ من عنده مباشره، لذلك عليه انه ممكن اكمل. تحياتنا لك كثير وشكرا جزيلا لك. عليه انه يعني الكلام حاسبه بدماغه، مو مباشره اي كلام خلص انا اخذه مسلم لان من رائد قال لي او غير شخص. تحياتنا لكم مشاهدينا الكرام، ونلتقيكم ان شاء الله بحلقات اخرى من برنامجكم سفن النجاة. في امان الله وحفظه.
ورعايته. مع السلامة. منذ ابتداء الخلق حلق نورهم بالعرش ينهل من سنى القهار، هم آية القرآن في عجازه، نصروا الإله بصولة الإيثار.